سقطوا خبر على واحد الجرائد اللي هبطت لعندي، قالت لي فيسبوك، قالت لي ديك المعمل البراناس اغلب عليه الماء، وانا عارف ولادي تما خدامين. ملي مشيت لتما صافي سبت اللي عطى الله عطاه. شفتيهم من خرجوا؟ ما شتمش، ما شتم حتى تخرجت من كفني. شحال كان عندهم سنين؟ فاطمه الزهراء عندي 21 سنه، وسنه عندها 19. جوج بنات ديالك؟ جوج بنات. الحقوق زعما كيعامل مزيان، الله يعمر راس العام الراجل، الله يعمر راس العام. ما نقولوش العيب، احنا كنا وشرنا مع الدراويش في حالنا الحقيقه، ماشي نزيدوا على شي حاجه. اش من الوراق؟ الوراق ما لا قالوا لي مشي، ما عندنا ما نقولوا لهم. صافي ملي مشيت سولت عليهم تما، مشيت محمد الخامس قالوا لي طلعوا من سوق بقا، طال سوق بقا راه بقينا شبرنا الطورنا ديالنا كما شدوا الناس كاملين، وهو طلع عندنا حتى خرجتي. حسيت انا باقي انا مشلل دابا، انا معلم عليا على الله اش ما نشوف. الحمد لله الحمد لله، دعم الله عطاهم لنا هو غيديهم هو. ما عندنا ما الله يصبرك. فاطمه الزهراء ودي سالم. خوتي بنات، واحده صغيره وواحده تويم، واحده تويمات واخرى ثالثة. لا تويميات خاي. تويميات خاي. وواحده جات هي الثالثه عندها 21 واخرى عندها 18 عام. يعني كيعاونوا في المصروف ولا؟ ضروري ضروري كانوا كيعاونوني بزاف. انا كنت خدام في الزنايه في لازون داخل، وفي الزنايه وصوناو عليا. ما عيطت ما صوني عليهم التليفونات ديالهم طافي بجوج بيهم، كنصوني ثلاثه النمرات عندهم كنصوني، حتى شي واحد ما كيجاوبني. كنصوني على اخي كيقول انا ما عارف والو. تاع صونات عليا واحد الجاره ديالي قالت لي حقا حنا في سوق البقار، صافي قلت من الشركه ديالي جيت كنجري انا، جيت من تما جبرت الطاكسي، جيت جبرت الدنيا مقلوبه مخزن تما ما فهمت والو. مشينا ساعه بطاكس طلعت سوق البقار، جبرت الواليده وتما الدرابش خلوني باش نشوفوهم. وواحد شنو كيقولنا خصني بزاف، ما نكذبش عليك راه ماقدرش رجلي ما بقيت كنحشي بيهم. راه جوج خوتي عاد الصباح نضت معايا فوريا، عدت لي الفطار في الصباح، في الصباح هي يعني درت لي الفطار في الصباح باش نمشيت للخدمه. وعاد النهار الحاس كانت كتضحك معانا، وراه ماشي ساهل نمشيو لك جوج الخوت، الخوت وباقيين صغار. انا والناس اللي كتقول خصهم كانوا يشدوا هاد المعامل، داكشي شنو تقول لهم؟ داكشي مكسه ما عندك ما تقول. هما كانوا مكتوب حنا كاملين خدامين، راه هما كانوا ديك الشركه كانوا خدامين فيها شي عامين، هما خدامين فيها وخرجوا منا، وخرجوا منا دابا تقريبا شي عام عاود رجعوا على الله. دابا ما خدامين شي بزاف، دابا خدامين ان شاء الله شي 25 يوم باش خدامين تما. وصافي وكسب المكسه ما عندنا ما نديرو، حتى اللي عطى الله. امين نفسي الله يرحمه. هذا العائل ديالي كيخدم تما. خدام تما شحال كان عندهم سنه؟ عنده 34 86 خلق. جا واحد السيد من هنا عليكم السلام، واحد هنا من الحومه في الوحده ونص، تدق علينا اش كاين؟ قال محمد توفى. الله يهدي. قال فين هو؟ قال راه سوق البقر. طلعنا ديك سوق البقر نجبروه تما فعلا. دينا قلنا للقايد، قلنا له عطينا رزقنا نديوها باش. قال لك اسيدي تم بالله غير الفيله، وهما 28 فيها بالله غير الفيله. قيت انا تما انا مريض، قيت تما هي تما ورا العصر عييت، قلت للعائله قلت والله هانيك انا ماشي للدار، وانت في مطعم وهلاك حاجه يمكن انه فرنسي. علاش تفتنتوهم في الليل زعما؟ وهما قالوا خصك تدفن، ما قال المخزن، قال لك خصك ما تخليوهمش. والوالي طلع حتى لهنا للمقبره، قال لك ما تخليوش الميت. والميت ما يموت ما عندك ما يخلي. شنو خلى هذا الابن ديالك؟ واحد العائله نقول لك عنده العائله عندي طفيله عنده. كيفاش حال الزوجه ديالو مسكينه؟ كيف هي الزوجه ديالو؟ كيف زحمق مسكينه هي باقا احمق. شنو تقول لولدك؟ شنو تقول له؟ ولدي الله يرضى عليه والله يغطيه بالرضا، واللي مكتف الراس هو هذا يا ولدي. الله يسلمك. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.